السلام عليكم ومرحبا شباب، فيديو جديد. واليوم احضرنا لكم طريقة الحصول على احد الاسلحة الجميلة والغريبة في لعبة Elden Ring. سلاح هذا ليس الاقوى والاندر في اللعبة، لكن اذا كنت من محبي جمع جميع الاشياء المتواجدة في اللعبة فسيكون من الجميل تواجد هذا السلاح في قائمتك. ومن اجل الحصول على هذا السلاح ستحتاج لثلاث امور: اولا تكون تقدمت قليلا في القصة وعلى الاقل هزمت اول زعيمين رئيسيين، ومن اجل استعمال السلاح ستحتاج الى 15 strength و 9 dexterity. وإذا منطقة تواجد سلاح حقا خطيرة فلا تذهب وأنت معك الكثير من الرونز. وبدون إطالة أكثر خلينا نبدأ. أولا للحصول على سلاح ما عليك إلى الاتجاه لهذا المكان موجود في أعلى يسار الخريطة، وللوصول إليه ما عليك إلى اتباع المسار الذي سلكته. وبعد وصولك لدنجل غالمير زيروز غريف، هنا الأمور صعبة بعض الشيء. يوجد الحمم في كل مكان وسيكون من الصعب التحرك، بالإضافة إلى بعض السكيلتونز وأيضا العربة الكبيرة التي بمجرد أن تلمسك ستموت. لهذا ما عليك إلا اتباع الطريق الذي سلكته وعدم تسرع. you
وبدأ الوصول إلى هذه الغرفة. أمامكم مباشرة في هذا الصندوق سلاح الريكت فنجر. وللعودة يوجد طريقتين، إما إكمال دنجن وهزيمة الزعيم أو الموت. وفي الأخير سنترككم مع تجربة لهذا السلاح الرائع قبل وبعد التطوير.